أيها الشباب، أيتها الثروة الغالية، انتبهوا لما يراد بكم. احذروا أن تقعوا في الشرك المخبوث الذي يراد اصطيادكم من خلاله. إن أعداءنا يريدون قتل أمتنا من خلالكم. تأملوا في أحوال المدمنين وسلوكهم حتى تعرفوا حالكم لو وقعتم فيما وقعوا فيه. انظروا في سلوك المستقيمين على الطاعة حتى تعرفوا كيف هم لأنفسهم ولأولادهم وأزواجهم، بل كيف هم لمجتمعهم كله ومقدار نفعهم لهذا المجتمع. احذروا الخلطة المرضية التي تفسد القلب والدين وتجعل الإنسان مجتهدا في مصالح الغير مضيعا لمصالحه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبغى منه لله والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ أيها الشباب، احذروا الأمنيات الكاذبة، فإنها سراب خادع لا ينال الظمآن من ورائه خيرا. إن التمني بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس. فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة. وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله. أيها الشباب، اجعلوا قلوبكم معلقة بالله تبارك وتعالى. إن التعلق بغير الله من أعظم مفسدات القلب على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه. فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. فهل من وقفة حازمة لننقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يلحق الكثير بالركب؟ نسأل الله أن يرد كيد أعدائنا وينصرنا على من أراد بنا فتنة، ويوفق المسؤولين في بلاد المسلمين لمحاربة هذا الداء العظيم.